السلام عليكم الأخوان الأخوات المحبين للسفر والأصفر. هذه المرة غادي نديرو واحد الطريق جهوية ولا ساحلية بين بوزنيقة والدار البيضاء. هنايا الانطلاقة من مركز بوزنيقة، كنفرجو الاتجاه ديال تقريبا جميع الاتجاهات. اذا الطريق الجهوية بالنسبة لي ربما غير كيتسارع، يعني ما عندوش، كان هنايا كاين بطبيعة الحال كاين نوت روت، وكاين الطريق الوطنية رقم 1 اللي دايزة على وزنيقة الدار البيضاء، شفت لي درت عليها واحد الفيديو، وكاينة الطريق الجهوية رقم R322. الانطلاق ديال هاد الطريق واش كنمشيو دابا، حنا غاديين دابا في نفس في اتجاه ديال الشاطئ، الفوتور غرتوروت حتى كنوصلو واحد الرومبوان فيه مفترق، ولا واحد مفترق الطرق، كاين على اليمين اللي بغا يمشيو الصخيرات دائما في نفس الطريق نيت الطريق الشاطئي للرباط، و الى مشيتو نيشان كتخرجو في الشاطئ ديال وزنيقة، ولكن حنا غادي نديرو الرومبوان، ولا غادي نديرو في الاتجاه ديال المحمدية، اتجاه ديال المحمدية الدار البيضاء، لان هذا الرومبوان ديال لوتوروت كنفوتو الرومبوان ديال لوتوروت حتى كنوصلو لآخر مفترق الطرق، وكندورو على اليسار. إذا المسافة تقريبا 50 كيلومتر، يعني دخلة الدار البيضاء الجهة ديال عين السبع. الطريق مزيان ما بيهاش، وراه الأشغال دابا جاية من الرباط في اتجاه ديال الصخيرات، ومن الصخيرات لبوزنيقة. إذا الطريق راه كتصاوب، ربما غادي يزيدو يوسعها ويصلحها مزيان. إذا كاين رومبوان لي لوتوروت كنفوتوه، الرومبوان الماجي هو هذا. اذا حنا كندير هذا الرومبوان، اذا كندور على اليسار. الطريق يعني مزيانه، فيها مناظر فيها ما يتشاف. تلقاو في الطريق بطبيعه الحال هذا العام شويه راه ما كايناش، لكن ما كتلاحظوا الطبيعه شويه ناقصه، ولكن الطريق مزيانه ما عامرش بزاف، وما فيهاش مهم، هي طريق مستوية ما فيهاش بزاف ديال الفيراجات، ما فيهاش طلاعي والهبوطي. بالحق فيها تحديد السرعة ما بين 60 و80، إذا يعني أقصى سرعة هي 80 كيلومتر في الساعة. ممكن يكون 60 فاش كنقربو بطبيعة الحال الملتقيات ديال الطرق. إذا الطريق هنايا كما كتلاحظوا هي طريق عادية مزيان ما بيهاش، وفاش كنقربوا للمحمدية غادي نلقاوها مزدوجة. إذا كتبقى مزدوجة حتى كنفوتوا المحمدية، غادي نلقاو الطريق راه مصايب، راه باقي الله جديدة، طريق جديدة وسعها بزاف، يعني موسع أكتر واحد الدرجة لا تصور، لأن بطبيعة الحال هذيك الطريق فيها تيكون فيها لي بوالور بزاف، تيكون فيها الكاميرات الرموكات
اللي تيخرجوا من المعامل ديال عين السباع، بالإضافة اللي تيجيو من ميناء ديال البربيضة، وكدوزو هنايا على سمير. غادي تكتشفوا في نفس الوقت، إذا هنايا غادي تكتشفوا المحمدية، لأن غادوزو غادي تعبروا المحمدية كاملة، غادي تقطعوا في الوسط في الطريق ديالها الرئيسية. الآن غادي نخليكم مع الطريق وإلى المنطقة في فيديو آخر إن شاء الله.
وين هي وين وفسك يا خليلام حبيبك دابا يروح لينا انا مش ترسل يا السيادة سيدي انا مش ترخليل يا اصحاب اللي داتي انا اللي قدامه شنو بيدو هي وين وبابا يطلع البيرو يحق خطيدو سيدي وكل دازو الليل على بساس الخيلة سيدي انا مشتو شمع يرحل لبادتي ووعدي لموني بيك لاسمع عليك سيدي انا بزمشت يا الشيفورة توين انا دار شد شد ابن مجدتي هذا دسي ملال ولا عديد المولى سيدي عتنا الهوى في البيضاء لا تمنيتها سيدي وبابا بزمشات الشيفورة تنا انا شاري الدم دعما يندم داتي ووعدي عودك جواد على ربيع الوداوين وتنا لموني بيك تسمع عليك سيدي وتنا خليني انتي معرشك ليها وين وبابا عودك سريع ما يستاهل بعدتي ديزولك لا سيدي وتنى لابوي بيك بسمع عليك انا وتنى الخير غلا يا سيابة دتي هكا سيفري يا جرحي جديد الحاضر لاش بليلي المولى يا المولى انت تحفظيه الخيلة سيدي اسمح الله عشراني هاد السنان راه بلاني هات انا شوفو محبوب خاطري عاداني حبيبي عشر عينين كان حاكم ولا محكوم عيني يا ولو تيت سامح لي سامح لي ما تدور شوق بلي اسمح الله Yeah.
الأبيات تمو عليك كراسي العديات تمو واسمح العالي واللي صور وقالوا في بالي ويلي يا لي واش من طريق تجيب البيبي أدد يا دد وعرنا على اللي ما يسلى اللي ما يسلى العالي كريم هو مولانا We'll be right back.
Thank you.
الشيخ.